نائب مستقل وعضو من المجلس الوطني التأسيسي. أهلا وسهلا بك سي ناجي. شكرا. مرحبا بك. مرحبا بكم الناس الكل. كما قلت لكم اليوم باش نعاودوا نحكيوا على أهم التطورات في الساحة السياسية، لكن انطلاقا من الأسبوع الفارط في تعليق أعمال المجلس التأسيسي. هذا المجلس اللي الناس الكل أعطت رأيها في تعليق أعماله من قبل رئيس المجلس الوطني التأسيسي سيد مصطفى بن جعفر. كذلك عنا إلى خلاف ضيافنا اللي موجودين بحثنا عنا زادة مداخلات هاتفية باش يكونوا حاضرين معنا السيد محمد الحامدي رئيس كتلة الديمقراطية، كذلك باش يكون حاضر معنا السيد سمير ديلو وزير الحقوق حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. هذا كل إن شاء الله تباعا تشوفوه مع بعضنا في حصتنا اليوم في رجع الصدى. باش نحاول أنه ناخذ رأي ضيوفي وخاصة مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، المبادرة اللي جات لكن قبلها هات ناخذ من خلالك سي الهادي رأي الاتحاد العام التونسي للشغل في تعليق أشغال المجلس الوطني التأسيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن الاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة الوطنية العتيدة بتاريخها وبحاضرها ما تنتظرش إشارة من أي كان باش تقوم بمبادرات لإخراج بلادنا ولإخراج تونس من الأزمة اللي موجودة فيها. أن الاتحاد العام التونسي للشغل منذ تأسيسه وبرجوع لنصوصه التأسيسية هو منظمة وطنية نشأت وكان هدفها الأول آنذاك، نشأت عن طريق شهيدنا فرحت حشاد، وكان هدفها الأول هو تحرير البلاد من الاستعمار الفرنسي. فكان ما قلت فرحات الشهيرة الاتحاد لم ينشأ من أجل خبز أو بنطلون، وإنما نشأ من أجل كرامة التونسي وحريته قبل كل شيء. ومبادرات الاتحاد على مر من منذ تأسيسه كان هذا من معناها منهجها هو حماية التونسي من الدكتاتوريات، حماية التونسي من كل المنزلقات التي تحدث من حين لآخر في بلادنا. ونصوص التأسيسية تؤكد على هذا القانون الأساسي يؤكد على أن الاتحاد هو منظمة وطنية بالطبيعة تتمسك بالهوية العربية الإسلامية. سيدي تنذكروا، سمحني قصت عليك، تنذكروا بموقف الاتحاد من تعليق أشغال المجلس الوطني التأسيسي اللي صار الفات النهار الثلاث اللي فات نهار 6 أوت من قبل. بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل لا يفيده أن تعلق عمل المجلس التأسيسي أو لا يعلق، لأن عندنا قناعة نحن كل التونسيين بما فيهم الاتحاد العام التونسي للشغل أن المجلس التأسيسي لم يكن في مستوى تطلعات الشعب ولم ينجز ما انتخب من أجله، ومبادرته جاءت معناها جات فيها إشارة للشيء هذا. وتقول مبادرة في خصوص المجلس التأسيسي بالطبيعة اهتزاز أن الشعب ثقة في المجلس التأسيسي اهتزت نتيجة في إنجاز الدستور والتلكؤ في تشكيل الهيئات الانتقالية. نجيب تفصيليا للمبادرة، لكن علاش الاتحاد العام التونسي للشغل انتظر إلى كل الدقائق الأخيرة لكي يصرح أنه فما تباطؤ أنه المجلس أعمال المجلس ماهيش متقدمة، أنه الأعمال ماهيش تصير كما يحبها الشعب التونسي؟ مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل لم تكن وليدة الأيام هذه والأسبوع هذه، فالاتحاد العام التونسي للشغل أطلق مبادرته منذ سنة. وتعلمون جيدا أن هناك من رفض، هي انطلقت وهناك من رفض الحضور فيها في بداية الأمر معللا وأنه لا يحضر مع أحزاب معينة، ثم في جولة ثانية حضر الجميع وصار هناك وفاق حول
عديد الأشياء الهامة معناها والمتعلقة بدستور البلاد، ولعل معناها أخينا عضو مجلس تأسيسي على علم بها، إلا أنه عند وضع الدستور هناك أحزاب، هناك معناها جهات خاصة معناها الأحزاب الحاكمة لم تكن وفية لتعهداتها آنذاك، ولم توافق على إدراج هذه النقاط وقع الاتفاق فيها في النصوص الدستور. إذن الاتحاد بمبادرته لم تكن وليدة الأزمة هذه، فالاتحاد بادر بالمبادرة قبل أن تحتد الأزمة. طيب نمشي سي محمد نجي الغرسلي، رأيك من تعليق أعمال المجلس وانت عضو في المجلس الوطني التأسيسي، كنت حاضر على نقولوا احنا تقريبا كل الجلسات وما يحدث، نقولوا احنا انت توا عين من عينين الشعب التونسي، نائب منتخب وعندك نظرتك، خاصة انت قلت في الكتلة الديمقراطية، طب هذا نجي نحكي على الكتلة الديمقراطية، لكن تعليقك حول ما صار ما حدث النهار اللي فات بتعليق أعمال المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كل شيء نتشهد على شهداء الأمة وشهداء الوطن وشهداء يعني السياسيين اللي اغتالتهم يد الغدر والإرهاب، وشهداء الشعبي خونا محمد البراهمي الله يرحمه، خونا شكري بالعيد الله يرحمهم، ونعمهم شهداء الشعبي والعديد من الكفاءات الوطنية في الجيش وفي الأمن، كلاتهم قدموا أرواحهم تضحية لهذا الوطن. وما نحكوش على الطبقة الشغيلة اللي هي كان دورها مميز قبل الاستقلال، وعلى رأسهم الشهيد فرحات حشات، يعني هذوما كلاتهم اللي يفترض فيه يعني الأطراف السياسية اللي لاحظوها اللي يعني متصارعة تأخذ بعين الاعتبار يعني غيرنا اللي سبق والأرواح اللي قدمت قربان وفاء وولاء للوطن. تعليقك على المجلس، لأنه تداعيات تعليق أشغال المجلس الوطني التأسيسي أنه فما صيحات تنادي وتقول حكومة إنقاذ وطني أو حكومة موازية للحكومة هذه، نجيو أكثر تفاصيل، نجيو على شرعية هذه الصيحات وقانونية هذه الصيحات. أقدم معنا روعنا فتاير من عند أستاذ القانون الدستوري أستاذ قيس سعيد، لكن ناخذ رأيك، نرجع لك في رأيك في تعليق عمل المجلس. قبل كل شيء يعني بالنسبة لتعليق عمل المجلس صراحة نعتبره غير قانوني إطلاق، لا اللي يفترض فيه سي عنده صلاحية رئيس المجلس، كان اللي يفترض فيه وأنه يستشير أضعف الإيمان الأطراف المتواجدة معاه، وأخص بالذكر يعني الترويك الموجودين معاه يعني عضوديه، هذه من ناحية. جانب آخر يعني في إطار المحاصلة الحزبية اللي حصلت عليها التوافق في تكوين يعني تركيبة المجلس، تركيبة الحكومة، تركيبة الرئاسة، ثم في أطراف تحكم مع بعض، منها خلينا نقولوا التكتل اللي يترأسه الأمين العام تاعو سي مصطفى بن جعفر، اللي يفترض فيه أنه يتشاور مع بمثل ما في أوقات سابقة وفي محطات ذات اعتبار كانوا يرجعوا بالنظر مع بعضهم، يتحاوروا مع بعضهم، يتشاوروا مع بعضهم، يتخذوا يتدبر الأمر مع بعضهم. كان اللي يفترض فيه صراحة يعني وإن كان تدبرهم مع بعضهم يعني ليس بالملزم يعني لأعضاء المجلس اللي انتخبهم الشعب، ومن يفترض فيه يكون فيه شبه توافق. اللي حصل تفاجأ الأطراف المكونة للحكومة بهذا القرار، بالقرار وتفاجأ يعني أعضاء المجلس اللي حاضرين معي، أنا حاضرين معي في الصباح، والرجل كان حضر وترأس الجلسة ودافع على الشرعية وثم في يعني محطة يعني لتأبين الشهيد محمد البراهمي، ومحطة ثانية اللي هي توجيه تساؤلات واستفسارات واستيضاحات يعني للحكومة. يعني وإذا به نتفاجئ بالقرار، القرار صراحة أن نعتبره سياسي وارد جدا، يهدف إلى تهدئة الخواطر، تهدئة الأجواء، ومن ناحية قانونية غير قانونية.
من الناحيه القانونيه او الغير القانونيه جايتك سي الهادي باش نعطيك الكلمه من الناحيه القانونيه والغير القانونيه سي قيس سعيد معانا من بعد شويه يعطينا تصريح نعطيك كلمه صغيره صغيره خاطر ما عادش عندنا وقت على الفتاه. اولا انا بصفتي الشخصيه وكنت اود ان تسني بصفتي الشخصيه على هذا الموضوع فانا لا ارى ان الشعب التونسي يفيده انه يبقى المجلس التاسيسي في وضعه الحالي او تتعلق اعماله. ف ما المبادرة اللي أخذها رئيس مجلس التأسيسي لا أرى أنه درسها دراسة عميقة لا أرانا أننا في حاجة إلى هذا الوضع. فكان من الأجدر أن يحاول لم شمل معنا من جديد وكان يبادر يقوم بمبادرة أخرى أو صحيح أنه يدعم مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل إلا أنه كرئيس مجلس التأسيسي كان عليه أن يقوم أن يقوم بمبادرة أخرى أجدر وأجدى للشعب التونسي. وأرى أنها هي هروب من واقع لم يفكر فيه في حل جذري معناها حل. هو السيد مصطفى بن جعفر قال انه تعليق اعمال المجلس هذه تعلق الاعمال الى حين وجود حوار يمر او حوار وطني مجدي يمر بالمرحله هذه الى مرحله انتقاليه ديمقراطيه باتم معنى الكلمه. نمشي ونشوفوا مع بعضنا سي قيس سعيد شنو قال على اذا كان بعد تعليق المجلس اعمال المجلس الوطني التاسيسي شنو نجم نحكي وعلى حكومة الإنقاذ الوطني اللي جات مباشرة بعد تعليق أعمال المجلس هل هي قانونية أم لا شرعية أم لا وشنو ينجم يقول حال البلاد في صورة ما تكون فما زوز حكومات في البلاد التونسية. تفضلوا فتير قيس سعيد. لا لابد من التفريق بين وضعين اثنين، أما أن الحكومة تتم المصادقة عليها من قبل المجلس التأسيسي نفسه في ذلك الوقت يتم العمل بالقانون ويتم الانطلاق من النص المنظم للسلطة العمومية تنظيما مؤقتا، القانون التأسيسي الذي صدر في شهر ديسمبر من سنة 11 و2000. أما وأن الأمر يتعلق بحكومة موازية يتم الإعلان عنها من قبل بعض القوى الأخرى فليس لها سند في النص، وهذا بالفعل أمر يمكن أن يمثل خطرا على الدولة التونسية، فلا يمكن أن تكون هناك حكومتان داخل دولة واحدة. الأمر يتعلق اليوم بحراك ثوري يفرز قيادة جديدة يمكن أن تزيح القيادة القديمة كما هو الشأن بالنسبة إلى الثورات. الأمر يتعلق بمعارضة ترفض وجود الحكومة الحالية وتسعى إلى تشكيل حكومة أخرى، ولكن الأمر لا يتعلق بثورة وبحراك ثوري ولا يتعلق بقيادة ثورية، يتعلق فقط بحكومة يقال أنه سيتم الإعلان عنها ولكن ليس لها أي سند قانوني يمكن أن تستند إليه. يمكن أن يقول البعض أن هذه الحكومة التي سيتم الإعلان عنها قد تمثل وسيلة ضغط، ولكن لا يجب أن يكون هناك خطر على سير المرافق العمومية للدولة التونسية. فإذا تم الإعلان عن هذه الحكومة وتم التعيين بين ظفرين وزير للداخلية، فمن سيأتمر الأعوان الأمن بالوزير الحالي أم بالوزير الذي سيتم الإعلان عن تعيينه؟ بالفعل هذا خطر كبير يمكن أن يتهدد الدولة التونسية. لا يمكن أن توجد حكومتان داخل دولة واحدة، يعني حكومتان داخل دولة واحدة معنى ذلك تحلل الدولة التونسية. لو أن الأمر يتعلق بحراك ثوري وذكرت هذا في عدد من وسائل الإعلام كما كان الشأن مثلا بالنسبة إلى إيران حينما تم تعيين حكومة جديدة من قبل الإمام الخميني برئاسة مهدي بازرغان لتحل محل حكومة الشاه التي كان يقودها في ذلك الوقت شهبور باختيار. هذا حراك ثوري، هذه ثورة جاءت بقيادة جديدة، جاءت حكومة جديدة ففر رئيس الحكومة السابقة وحلت محله الحكومة الجديدة بقيادة مهدي بازرغان في ذلك الوقت. ليس لدينا مثل هذا الوضع اليوم، الوضع مختلف تماما، ولا بد من الانتباه إلى الآثار السلبية بل إلى الأخطار التي يمكن أن تهدد استمرارية الدولة التونسية في صورة وجود حكومتين اثنتين.
رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين. دائما نتحدث عن الوضع الراهن السياسي خاصة بعد تعليق أعمال المجلس الوطني التأسيسي. كنا نسمع في سي قيس سعيد وقال لنا كيفاش معناه كيفاش حكومة إنقاذ وطني شنو تنجم تجر للبلاد التونسية. سي الهادي نجي نرجع لك لك أنت تعليقك على ما قاله سي قيس سعيد. أنا لا أظن أن موجودين مع بعضنا هون باش نعلقوا على ما قاله أستاذ قاسم سعيد، وإنما للتبحث في ما يطرحه الاتحاد من مبادرة موجودة هنا ليس لمناقشة. والاتحاد المبادرة يطرح المبادرة، وسأكون مستأنسا بما قاله الأستاذ في إطار مبادرة الاتحاد العام التونسي. الاتحاد العام التونسي للشغل حريص على أن ينزل إلى الميدان، وعندما تأزم الوضع دعا الهيئة الإدارية الوطنية للانعقاد، والهيئة الإدارية الوطنية للانعقاد خرجت بورقة عمل في إطار مبادرة وطنية، مبادرة تدعو كل الأطياف السياسية في البلاد على أن تنسى حزبيتها وتنسى انتمائها الحزبي، وتتذكر أننا كلنا أبناء تونس، وأن شعبنا ينتظر منا نكران الذات ونسيان حزبيتنا الضيقة والوقوف معا لحلحلة الوضع والخروج ببرنامج عمل ينهي الفترة الانتقالية حسب خريطة طريق واضحة وحسب خريطة طريق قابلة للتطبيق وحسب خريطة طريق موضوعية وتحافظ على دولتنا، على الدولة وعلى مسارنا معنا الدولة. وبالتالي عندنا مجموعة من النقاط ربما انسجاما مع سي قيس سعيد، أن لا يمكن أن يكون في البلاد حكومتين. لكن حسب سيد حسين العباس الأمين العام الاتحاد العام التونسي شغل البارح بحثاته مع أو المشاورات والحوار اللي صار مع السيد رشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، قال أنه المبادرة طرحت على رئيس حركة النهضة لكن إلى حد الآن ليس هناك أي نتيجة. إلى حد الآن كما نقولوا أحنا الحوار ما زال متواصل، والأطراف السياسية الأخرى الكتلة الديمقراطية تقول أنه الحكومة الموازية وحكومة الإنقاذ الوطني لابد أن تقوم. يعني لهنا تجاهل إلى مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل. لا بالعكس، نحن لم نتحاور مع السيد راشد الغنوشي، فقد تحاورنا مع كل الأحزاب وكل أطياف معنا الحزبية في البلاد، وهناك تفاعل مع مبادرة الاتحاد. ولعلكم سمعتم من الجميع بما فيه معنى الأطراف اللي تحكم البلاد أنها تثمن مبادرة الاتحاد، إلا أن عمليا وخاصة معنى حركة النهضة اللي عندها الأغلبية واللي مازالت متمسكة بها واللي مازالت تحكي على شرعية الانتخابات وتحكي على نحن في وضع متأزم في البلاد وفي وضع غير عادي في البلاد، والشعب التونسي ينتظر إرادة نقول سياسية، إرادة من الجميع، إرادة وفاقية من الجميع للخروج بالأزمة هذه. الشعب التونسي ما عادش ينتظر في موقف سياسي من زيد من فلان أو فلتان وغيره. الشعب التونسي ينتظر إرادة وفاق تحب البلاد لخروج من الوطن. وأظن أن الترويكا ليس في مصلحتها الآن أن تتمسك بحكومة تقول عنها أنها منبثقة عن المجلس التأسيسي. فما معنى ما فائدة التونسي من شرعية إذا كان أقررنا وأن هناك الآن مازالت هناك شرعية، إذا من شرعية لا تفيد الشعب التونسي، حكومة شرعية تفيد الشعب التونسي. فهنا كلنا ننادي بأن حكومة تصريف أعمال حكومة كفاءات مضيقة لفترة معينة تدير شأن البلاد اليومي، لأن نعرف كلنا أنه احنا في عجز مالي كبير، نعرف أنه عجز اقتصادي كبير،
ولا يمكن لأي حكومة الآن أن تضع برامج استثمارية أو برامج تنموية بالوضع الحالي الموجود في البلاد، وكل حكومة ستتحمل مسؤوليتها في الفترة هذه القادمة، سيكون دورها هو التسيير اليومي وتسيير شأن البلاد حتى قرار الدستور وحتى إيجاد القانون الانتخابي وحتى انتخاب اللجنة العليا المستقلة للانتخابات. إذن ما الفائدة من هذا الجدل الذي يقوم به أو يواصله الحزب هذا أو ذاك ونحن في أزمة ولا يمكن الخروج منها إلا إذا اتفقنا على تشكيل حكومة تكنوقراط تواصل المجلس، ثم أنه المجلس التأسيسي يواصل عمله لإنهاء الدستور، ويواصل عمله لانتخاب اللجنة المستقلة للانتخابات، ويواصل عمله لإقرار القانون الانتخابي، وتنتهي معناها ينتهي أو يحل المجلس التأسيسي مباشرة عفوا بعد أن يقوم بهذا الواجب هذا. على أن نقول ذلك في أنه في إطار نقولوا مساعدة أو مراقبة أو حث المجلس التأسيسي على القيام بدوره وإنهاء دوره، في أقصى أن يكون هناك لجنة من الخبراء في القانون الدستوري أنها تراقب بطبيعة ما أنجز سابقا في الدستور وما لم يتم معناها إدراجه. كيفاش نجم نحكيه على لجنة خبراء وحكومة جديدة والمجلس التأسيسي لم يفقد شرعيته، هو مجلس منتخب، كيفاش نجم نحكيه على حكومة موازية؟ وكنت تسمع في كلام سيد قيس سعيد اللي هي من الخطير أن نحكيه على حكومة موازية وقت اللي المجلس التأسيسي مازال موجود، الحكومة الحالية مازالت موجودة، خاصة أنه وقت اغتيال الشهيد شكري بالعيد تمت التوافق على حكومة جديدة، تم التوافق على حكومة جديدة، لكن وقينا روحنا في نفس السيناريو هنا، احنا توا بعد اغتيال الشهيد محمد إبراهيمي نتحدث عن حكومة جديدة لتصريف أعمال، نتحدث على حكومة جديدة، توصلنا إلى الانتخابات، ما لاحظوش أنه نفس السيناريو يتعاود؟ نقول أنه الاتحاد لم يدخل في جدلية الشرعية وعدم الشرعية للمجلس التأسيسي وللحكومة، وإنما دخل وإنما قدم المبادرة لإنقاذ البلاد، لأن في 23 أكتوبر الماضي عندما مرت سنة على المجلس التأسيسي هناك من نادى بعدم شرعية بإنهاء شرعية الحكومة والمجلس التأسيسي، والاتحاد لم ينخرط في هالمسار هذا. لكن الآن لا، الاتحاد لم يشأ الآن أن ندخل في هذه الجدلية، لأن أنا نقول أنه رأيي فيها وعليها أنا نعرفوا اللي كان ثم وفاق بين كل الأطراف الحزبية على أنه الفترة ما تفوتش عام أو سنة ونيف، الآن هو مرة سنتين ونيف، وإلى حد الآن وهذاك علاش، لأن الاتحاد قدم مبادرة هذه والاتحاد مصر على المضي قدما في أن تكون عندها صداها، وأن الأطراف المعنية الحزبية مهما كانت توجهاتها أنها تتفاعل مع هالمبادرة هذه، يعني بحق هي مبادرة نابعة من كل الشعب التونسي يرى أنها واقعية. أكيد أنا أتحدث على واقع الشعب التونسي واقعية. الحكومة فشلت في التنمية في البلاد، فحكومة هذه وربما هما عندهم مبرراتهم وغيره، المجلس التأسيسي كذلك فشل في إنهاء الدستور، الآفاق الآن أصبحت صعبة وصعبة جدا، ونحن نتفاعل كل يوم مع الصعوبات الاقتصادية والتنموية الموجودة في البلاد، ونحن نعيش واقع البلاد المرير باعتبار قربنا من المؤسسات ومن الشعب ومن العامل وإلى غير ذلك. إذن فهذاك هجسنا هو أن ننهي المرحلة هذه، قاعدين نتفاوضوا إلى حد الآن كل ردود الفعل نتاع الناس اللي تفاوض معها الاتحاد، تفاوض معها الأخ الأمين العام معنا حسين العباسي، أنها تقول وأنه يمكن أن تكون هذه أرضية للخروج من الأزمة، إلا أن ما زالت الناس ما عندهاش الشجاعة الكافية لتأخذ القرار الصائب وتأخذ القرار اللي يفيد الشعب ويفيد البلاد وخرج. أن بصراحة شعبنا الآن أصبح يعيش هجس الإرهاب، هجس الاغتيالات، هجس معناها تقتيل وجرح
عدم الامان وتقتيل جيشنا وعواننا والى ذلك كل. فشعبنا في تونس الان ينتظر ان الناس تلتف كلها حول مبادره الاتحاد باعتبار منطقيتها موضعيتها. ماهيش مبادره قربها للشعب، ماهيش مبادره انت حزب، ماهيش مبادره معنا. وهذا شان الاتحاد، هذا شان الاتحاد قديما وحديثا. ونعرف انه حتى الثوره في فجر الثوره، ثوره انطلقت من داخل الجمهورية من سيدي بوزيد من القصرين من غيره، وكان انطلاق وخيان المنتفضين أنذاك هو دور الاتحاد والاتحادات المحلية. ثم أنه انتفاضة صفاقس اللي قادها الاتحاد جاو للشغل بصفاقس هي اللي كانت معناها إيذان برحيل النهائي برحيل الطاغية معناها. إذن فالاتحاد يؤمن بدوره، ونحن من هذا المنبر أدعو كل الفرقاء السياسيين اللي هما عاشوا في الاتحاد واللي هما اكتسبوا خبرة العمل السياسي والاجتماعي وغيره في صلب الاتحاد باعتبار الحصار اللي كان يمارس على السياسيين في عهد بورقيبة وفي عهد بن علي إلى غير ذلك، فأنهم يلتفوا حول مبادرة الاتحاد. وأدعو هذه الحكومة أو الحكومة الموجودة الآن بالترويكا نتاعها أنها تنأى عن التشدد وتنأى عن الرأي ربما المتسلب. أجيبك سي سمير ديلو بعد شوية على رأي الحكومة أو ما تنازلات بالنسبة للحكومة. سي محمد نيجي غرسالي خينيك برشا السنة، كيفاش يمكن نتحدث على وفاق في حل الأزمة هذه والائتلاف المعارض يرفض أي حوار مع الحكومة، الكتل الديمقراطية كذلك ترفض أي حوار مع الحكومة، وأنت كنت في الكتلة الديمقراطية. قبل ما نخلطوا الإجابة هذه نحب نعرف خروجك من الكتلة الديمقراطية، شو أسباب؟ الحديث ذو شجون. الخروج من الكتلة الديمقراطية، أنا سابقا كنت في الحزب الديمقراطي التقدمي وبين ظفرين. الاتحاد كنا نعتبروه مظلة وخيمة للجميع، الأحزاب السياسية نيجوا بالنضالات نتاعنا من الخارج من الأحزاب ونزجوا بها في صلب الاتحاد. اللي نأملوه ونتمنوه من الاتحاد وأنه دوره يتواصل، يعني مظلة وطنية لكل التونسيين لا لفريق دون آخر. ماك معايا سير هادي؟ هذا الدور الطليعي والرائد والموضوعي والوطني يعني للمنظمة النقابية. مش أن تنخرط في مسار للأسف يعني كل تونسي ما يريدوش له باش تصف مع طرف ضد طرف آخر. وتو نتعمق في الحديث اكثر. نجاوبوا كل نرجع لا مسيرش لا سامحني راني اخي ما تعمقتش نحب لو كان نتعمق جاوبني وقتيت. لا حتى انا مش نجاوبك راهو بسهوله معناها وببساطه. مانيش اولا نحب ناكد لك وانه وانا حديث العهد بعضويتي في الهيئه الاداريه الوطنيه، وما هذا كنت متأكد منه من قبل، لكن ما لمسته من خلال حضوري أشغال الهيئة الإدارية الوطنية الأخيرة من روح عالية لي من أختي أعضاء الهيئة الإدارية والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل لي استقلالية قرار الاتحاد و استقلالية برنامجه وما يمكن أن يلعبه في الفترة هذه بالذات، دليل واضح على أن الاتحاد لا يمكن له أن ينجر وراء أي كان. وأدعو كافة الأخوة وكافة الفرقاء السياسيين اللي قد يخيلوا لبعضهم أنه له تأثير في قرارة الاتحاد وأنه يمكن له أن يؤثر في قرار الاتحاد، أقول له راجع نفسك، راجع نفسك. فالاتحاد لكل التونسيين لك ولغيرك، ولا يمكن ومن يظهر لي جوابك الردود. لأن ربما يقال أو يمكن أن يقول هذا إنسان لا يعرف واقع الاتحاد. الاتحاد نعرف أنه فيه تجاذبات سياسية،
انه فيها في كارثه. وانا قلت لك الاحزاب كلها خرجت من الاتحاد وكلها تاثرت بالاتحاد، اما راهي ما تاثرش في الاتحاد، اثرت به وما تاثرش فيه. و ما يحدث من حين لاخر هو من باب الديمقراطيه التي دأب الاتحاد على انتهاجها. وتعرفوا انه بعد الثوره كل الهياكل ظهرت، معناها ما عندها حتى معنى. المنظمه الوحيده ظهرت هياكلها منتخبه وهياكلها نابعه من القواعد ومن انتخابات ديمقراطيه هي هياكل الاتحاد. اقول واؤكد لك من خلال تجربتي المتواضعه انا كشخص، ثم من خلال ما لمسته وتاكدت من خلال الهيئه الاداريه، ان لا احد يمكن له ان يهيمن على قرارة الاتحاد. اسمح لي، الثوره قامت من اجل الكرامه، من اجل التشغيل، صح ولا لا؟ اذا احنا المرحله اللي انتهت يعني ما قبل 14 البطاله ضربت نبه في شتى المجالات، حملت الشهائد العاطلين والمعطلين، عندك الحظائر، الآلية 16 آليات مش آلية برك، وآلية 21 وانت ماشي آليات. إذا هذه كلها لا تعالج ولا تأخذ بعين الاعتبار من طرف المنظمة الشغيلة، وينصب نظام المنظمة الشغيلة على الإضرابات للترفيع في الأجور، هالمناطق الداخلية اللي أنا واحد منها، أنا ولد القاسرين بوزيد والقاسرين وغيره وقفصة واهل ومجرة والكيف والقيرة وين وجندوبة وسليانة وانت ماشي، هالمناطق هذه كلها البطالة اللي فيها يعني فيها اللي شارف على 25 و28% يعني بطالة. المناطق يعني الموجودة يعني الساحلية والحق يقال نسبة البطالة فيها محدودة. أثر الثورة يعني أبناء المناطق الداخلية رجعوا للجهات متاعهم، إذا كانت تقبل 25% نسبة البطالة قول راهي زادت على 30، وإذا البطال يتبقى بطال والمعطل يتبقى معطل ومتاع الآلية يتبقى يخلص ب 120 دينار والحظائر تتبقى على ما على هي عليه، ثم نيجوا نلقوا آلاف آلاف مش مئات في العام ونص يعني من الإضرابات، يعني صراحة لم تنطلق من واقع المواطن. حراير تونس، حملات الشهيد قاعدين في الدار يخدموا يسيقوا وهن حاملات للشهيد، شهيد نتاعهم يعني ما عندهاش موطن شغل، ما فماش إنجازات ومكاسب، ما فماش تنمية، وينصب نضال الاتحاد على الإضرابات. هذا ما أنزل الله به من سلطان، ونعتبر يعني حالة من القبيل لم ترعى فيه يعني عمق متاع البلاد، الناس اللي يعني إعانت الإقصاء والتهميش طيلة 50 سنة وكانت تنتظر وانطلقت منهم الثورة، والشهداء عطوها من فمك والجرع عطوها من فم، وكانوا ينتظروا أن الثورة تجيب لهم مكاسب حقيقية، تنمية عادلة، توازن بين الجهات، اهتمام يعني للشؤون بتاعهم. وإذا به للأسف ما فماش إدارة لم تضرب، ليش؟ لهدف تسوية وضعية قانونية، ترفيع في أجور. هالمطالب هذه الكم من المطالب اللي هي مشروعة، رأي مشروعة جدا جدا، إلا أنه مش وقت مشروعة. نقول أنا وين كان قبل الاتحاد قبل 14، الواش ما نظلش عليها، الواش المناضلين النقابيين هذوما اللي نضالاتهم انكبت وانصبت على الترفيع في الأجور وتسوية الوضعيات متاعهم، الواش ما كانتش بشكل مسبق. أراو الأخر لما جت الثورة نلقوا الطلبات هذه راهي تحققت منها مكاسب كبيرة وكبيرة جدا، والأخرة بعد الثورة يتم الاهتمام بالشباب العاطلين اللي جابوا الثورة، يعني الشهيد متاعهم عليا بحق، وانهم يبحثوا على الحظائر اليوم من بقعة لبقعة ويخدموا في الحظائر ويخدموا على الآلية 120 دينار وغيرهم اللي مترسب يخلص يعني
500 و700 و1000 وزياده. لهنا نقول الاتحاد، نقول لهنا الاتحاد للاسف، وانه في المسار هذا باش ما نخرجوش من موضوع يعني البرنامج يعني اعتبروا انه حاجه اللي نخرجوش من موضوع البرنامج. خليك تتكلم اخت مروة. لا 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 تكمل اجابه على سامحني اخت مروة، هذا راهو تجني كبير على الاتحاد. ولا لا لا لك الكلمه تنجم تراجع عليه، انت عندك الاتحاد ومبادرته وعندك. ولا اظن ان هذا هو هاجس اخواننا في القصرين او هاجس اخواننا في سيدي بوزيد او هذا هاجس فئة سياسية معينة، ولا أظن أن سي محمد مخرط فيها في التجني على الاتحاد. أول الاتحاد لم يقف يوما نضاله عند حقبة معينة، ومن ينكر أن الاتحاد بقي وحيدا في البلاد في التصدي لمواجهة في مواجهة بن علي فهذا يغالط نفسه قبل أن يغالط رأي العام. رأي العام يعرف هذا. وثم حاجة أخرى أقول أنه وأنت تعرف ما شاء الله عليك ضحايا الأنظمة الدكتاتورية السابقة لم تكن فقط البطالة وغيرهم، لا تحصى ولا تعد، من كل ضحايا، من أكبر ضحايا الأنظمة السابقة هو المعاناة تاع العمال اللي مباشرين العمل، واللي كان مسلط عليهم قوانين شغل معناها وعقود مشتركة وقانون وظيفة عمومية جائر، ضغط كبير، وكانوا في وضع وانت تعرف توا ربما كان نعطيك قراءة انا سريعة لو تسمح لي باش ما نخرجوش من الموضوع الحصى. اكبر ضحايا الأنظمة السابقة هما موظفي الدولة، أكبر قضايا في الواحد. به جاءت الثورة وانتفض الشعب، ثم كان نرجعوك نعطيوك إحصائية نتاع أضرابات سابقة. ناخذ مثلا قطاع التعليم، لم يكد يمر سنة في عهد بن علي وما وقعتش أضرابات في التعليم الثانوي والتعليم الأساسي والقطاع الآخر. وارجع وقرا قراءه صار، ولذا راهو بالنسبه لنا احنا هاجسنا هو التنميه، هاجسنا هو الجهات الداخليه، هاجسنا هو تفاعلنا مع الجهات المحرومه. لان احنا قلنا حتى في العفو التشريعي العام ومن انتفع به ومن انتفع به، يا اخي سامحني يا اخي، سكان القصرين وسيدي بوزيد والكاف وقبلي وتوزر ما همش ضحايا بن علي، وما يخي ينزل نحطهم كل في السجون باش يوليوا ينتفعوا بالعفو التشريعي العام. واضح سيدي، كلها ضحايا. إذن ماذا فعلت لهم هذه الحكومه؟ ما هي برامج التنميه اللي وضعت لهم هذه الحكومه؟ ما اقوله وما قلته، سامحني باش نقوله لك، ولا اتهمك بانك تنتمي للترويك، اما هذا راهو خطاب النهضه وخطاب مجلس حماية الثورة الذي لا أظنك تتعاطف معها. وبالأمس فقط نزيد نعطيك، بالأمس فقط وردت علي رسالة في مكتبي بالفاكس من أحد زبانية رابطات حماية الثورة، ومع الأسف يردد نفس الكلام الذي قلته انت في الاتحاد. سيدي نرجع لك بعد الكلمه، مع الاسف لا اريد ان اراك مصطفا وغدوه الحي مك في سفاكس، ولا غدوه الحي يجيني ونعطيك كل وثيقه هيك وكانك ترددها وكانك تقراها قراءه، وهي هزيله الى حد ما. ولا أريد منك أن تصطفى. عندك مناضليك بالقصرين، أنا اللي جبت، أنا اللي جبت، سامحني، مناضلي في القصرين، مناضلي في القصرين في التعليم الثانوي والتعليم الأساسي، شاركوا في الإضرابات اللي صارت بنسب مرتفعة، بنسب محترمة، البريديون في القصرين، كنا نناضل يوميا، نناضل يوميا مع بعضنا بنسب محترمة. ما حدش معظم. إذا ما أقول لك هو أنه نظارات الاتحاد، نحن لا نشكك في نظارات الاتحاد، نظارات الاتحاد أكيد. بالعكس هي ترسيم الديمقراطية، يعيشكم نرجو على التليفون، ليست بالمرة ضد أدار. ونحديك أنا ما عندكش جديد،
انه الاتحاد اطلق مبادره قبل ما نصيروا توا هوني مع الحكومه، والح على الحكومه للدخول في مفاوضات من اجل عمال الحظائر ومن اجل عمال الاليات، واعطيناهم حتى انخراطات رغم انهم ما هو معنا. نرجع لك سي الهادي معنا على الخط. ليلي محمد نجي، عايشك معنا على الخط. ليلي معنا على الخط سي سمير دير، وزير حقوق الانسان والعداله الانتقاليه. خاطر كي باش نكملوا هكا مش باش نحيدوا على باش ما نحيدوش. ليلي باش نحيدوا على الحصى. الو سي سمير، اهلا وسهلا بيك مباشره على قناه القلم. مرحبا بيك. اهلا وسهلا. مرحبا سي سمير، كيف الحال؟ مرحبا بك في حزتنا رجاء السادة. اليوم نحكيه على حكومة موازية وحكومة إنقاذ وطني. حركة النهضة لم عبرت أنها مستعدة للقيام بعدة تنازلات لكي تنقب المرحلة هذه وتخرج بنا من الأزمة الموجودة في البلاد. ما هي نوع التنازلات اللي تنجم تقدمها حركة النهضة والترايكا بصفة عامة؟ لا، هو قبل كل حوار وقبل كل نقاش، الخطوة المنهجية الأولى هي في تحرير الخلاف. ما هو مدار الخلاف؟ هل هو حول توصيف الحكومات وتركيباتها وتشكيلاتها، أو حول النظر في طبيعة استحقاقات المرحلة؟ التحديات المطروحة هي من صنفين. أولها تحدي منهجي، هل أن كل الحلول وكل المقترحات هي تدخل تحت خانة وتحت سقف تدعيم الشرعية الانتخابية وشرعية التفويض الشعبي بشرعية التوافق المبني على الحوار، أم هي شرعية مستمدة من ذوات من يطرحون المقترحات؟ ليس صدفة أن تكون مفردات الخطاب في الطرف المقابل للحكومة هي مفردات متميزة بالكثير من الغطرسة والعجرفة والغرور والتعالي والاستعلاء والتكبر، يعني شيء لا يصدقه العقل. هذا لا يكون إلا بالاستقواء بجهة ثالثة بالإضافة إلى المتحاورين المتقابلين. في مصر هذه الجهة هي العسكر، في تونس لا تكون هذه الجهة إلا الفوضى، إلا ما يمكن أن يتهدد البلاد جراء استمرار هذه الأزمة السياسية الناجمة عن اتحاد مجموعة من النواب للمجلس الوطني التأسيسي، وبالتالي توقف مسار الانتقال الديمقراطي الذي يحتل فيه المجلس التأسيسي الصدارة، لأنه بدون استكمال الدستور بدون التصويت على القانون الانتخابي لا يمكن تنظيم الانتخابات، وبالتالي لا يمكن أنهاء هذه المرحلة الانتقالية. هذا يفتح على التحدي الثاني، وهو التحدي يبرز من خلال فرض شروط لبداية الحوار. نحن نقول أنه من ناحية مبدئية لا يمكن لحركة النهضة ولا الحكومة أن تقبل أبدا حوارا مشروطا. بالنسبة إلينا الشرط الوحيد الذي لا يمكن أن يرفضه أحد هو عدم التخلي عن شرعية التفويض الشعبي المدعم بشرعية توافقية. نحن لا نستقوي بشرعية الانتخاب ونجمد التاريخ في 23 أكتوبر 2011 تشبثا بكراسي أو بسلطة، ولكن لأن ما دون ذلك هو الفراغ، هو أن يجلس الجميع إلى طاولة بدون أي مسند شرعي. ليعلم الجميع أنه منذ الثورة إلى اليوم لم تبقى البلاد يوما واحدا دون شرعية، حتى في الفترة التي حكم فيها محمد غنوشي وبعدها الباجي قائد سبسي كانت شرعية التوافق مستندة إلى شرعية مستمدة من دستور 59، ثم أثر ذلك إلى شرعية رئيس الجمهورية الذي كان يصدر مراسيم تعوض ما يصدر عن المجلس التشريعي. ولكن حاليا الذين يريدون أن يعوض التوافق المجلس الوطني التأسيسي هم يلغون الدستور الانتقالي وهو قانون تنظيم مؤقت السلطة العمومية من طرف واحد، وهذا لا يمكن أن يقبل أبدا. مرحبا بكل المقترحات حول الحكومة، حول تشكيلتها، حول مهامها، حول ضبط رزنامة عمل المجلس الوطني التأسيسي، ولكن كل المقترحات التي تستعيض عن الشرعية الانتخابية المعززة بالشرعية التوافقية بشرعيات يستمدها أصدقاؤنا من ذواتهم، هذا أمر غير مقبول ولا يمكن أن يكون في مصلحة البلاد والعباد. الحديث عن حكومة إنقاذ موازية أو حكومة إنقاذ وطني يمكن يتم الإعلان عليها قريبا وبتوافق مع حركة النهضة، ما مدى صحة هذه يعني التصريحات؟ لا، غير صحيح. أي إنقاذ؟ من ينقذ من؟ يعني الحكومات الإنقاذ تكون في ظروف استثنائية في ظل غياب الشرعية، ولكن حاليا
الحكومة الشرعية لا يمكن أن تسلم إلا إلى حكومة شرعية وفق القواعد الدستورية المرعية، هناك قانون تنظيم مؤقت للسلطة العمومية وضعه المجلس الوطني التأسيسي، ووفق توازي الإجراءات لا يمكن أن يلغى لا في هذا الميدان ولا في هذه الساحة ولا في هذا الشارع أو ذاك، لا يمكن أن نتجاوز هذه المرحلة إلا بالحوار والتوافق، ولكن الحوار والتوافق المبني على احترام المؤسسات واحترام دستور الدستور المؤقت، ولكن فيما زاد على ذلك فكرة حكومة الإنقاذ المعلنة من جانب واحد هذه تكون في مراحل المقاومة ضد الاستعمار، أما في مرحلة شبيهة بما تعيشه تونس حاليا سيكون سيجلب ذلك لنا سخرية العالم إن تم إعلان حكومة قرب نافورة بارتو. سي سمير، أنت صرحتي بعض وسائل الإعلام قلت أنه هناك بعض الأطراف السياسية اللي تحاول ترجع بالبلاد إلى ما قبل الدولة أو ترجع بها إلى العهد الفائت، ما معناتها؟ كان نجم توضح لنا أكثر تصريحك هذايا؟ لا هذا بديهي واضح، يعني الذين يدعون إلى نصب تنسيقيات جهوية تعوض السلطة المحلية والجهوية، الذين نصبوا خيمة أمام ولاية سيدي بوزيد وأرادوا تسيير شؤون الولاية من خلال شخص منصب تحت الخيمة، الذين ينظرون لحملة تبدأ غدا عنوانها شعار ارحل في وجه كل المسؤولين الجهويين والمحليين والمعتمدين والولاة والمنشآت العمومية والإدارات المركزية بناء على أن تعييناتهم تمت على أساس الولاء لا على أساس الكفاءة. أنا وجه سؤالي، إذا كان المقصود هو جميع من تم تعيينهم فهذا لا يمكن أن يقبل أبدا، وإذا كان المقصود هو فقط الذين عينوا على أساس الولاء فمن يحدد ذلك؟ من يحدد هل أن هذا المعتمد أو ذاك الوالي قد عين على أساس الولاء لا على أساس الكفاءة؟ هذا التجريم على النوايا. الانتماء إلى حركة نهضة أو إلى حزب من أحزاب الترويكا ليس معيارا للتعيين، ولا يمكن أن يكون أبدا معيارا للعزل، وإلا عدنا إلى مرحلة من التطهير السياسي شبيهة بتلك التي قام بها الرئيس الأسبق، وإذا كان هؤلاء يحملون للشعب التونسي مشروعا للتطهير السياسي فليكن ذلك معلنا لا مخفيا تحت شعارات انقاذ البلاد. سي سمير، اخر سؤال، بعد الحوار اللي دار البارح مع الفرقاء السياسيين وسي رشد الغنوشي وسي حسين العباس الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ما جاتنيش تصريحات كبيره على ما انبثق عن الحوار او ما انبثق على الاجتماع، كانت نجم تعطينا معناتها بوادر اذا كان فما بوادر انفراج الازمه الى اي مدى وصلت يعني المشاورات او الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل في المبادره نتاعو؟ هل الشعب التونسي نجم نطمنوه توا على الفتره القادمه في يعني مع الصيحات اللي كما قلنا حكومه انقاذ وطني او حكومه موازيه؟ لا، تطمين الشعب التونسي لن يكون خلال رساله يوجهها حزب في الائتلاف الحكومي حتى وان كان حركه نهضه، ولا يمكن ان توجهها منظمه لوحدها حتى وان كانت بحجم وعراقه وقيمه الاتحاد العام التونسي للشغل، وانما يوجهها جميع الفرقاء كل الشركاء في الوطن، يجب ان يوجهوا رساله تطمين الى الشعب التونسي من خلال استعداد للتوافق والحوار والتنازل تقريبا للمصلحه الوطنيه. ولكن الحوار الذي تم بالامس رغم انه دام قرابه الاربع ساعات فبالطبع لم يكن منتظر ان يؤدي الى نتائج منذ الوهله الاولى، كان هناك وضوح في المواقف وكان هناك بعض التقدم، ولكن الامر يحتاج الى لقاءات اخرى والى مراجعه الهيكل القياديه لكل الاطراف والى توسيع الحوار ليشمل الاطراف الاخرى. شكرا لك السيد سمير ديال وزير حقوق الانسان والعداله الانتقاليه. نرجع بعد شويه مع سي الهادي باش نحكيو على مبادره الاتحاد باكثر نقاط، لكن نرجع لك سي محمد ناجي، نرجع لك في الكتله الديمقراطيه، خروجك عن الكتله الديمقراطيه والدعوات اللي تو تتصايح وترفع في تكوين حكومه موازيه، شنو رايك؟ ملحوظة أولى نحب نوضحها وبعدين ندخل في الكتلة الديمقراطية باقتضاب. رأي السلطة إذا ما فماش شرعية رو ما عندك شيء. تحنا عبر بعد ثورة 17-14 التجئنا للفصل 56 والفصل 57، التجئنا للرئيس ووزراء حكومة النظام البائد ورئيس من البرلمان نتاعو،
باش انتقلنا خلقنا شرعية باش تواصلنا باش تكونت الحكومة الأولى حكومة الغنوشي وحكومة القيد سبسي وبعدين يعني حصلت القصبة واحد واثنين وكذا وحصلت انتخابات أروا عملية يعني الدفع نحو الفراغ أري كارثة الكوارث مثل ما تفضل سيدنا القيس يعني رموش عملية سهلة باعتقادي نسمي يعني أي تسمية حكومة انقاذ وفاق وطني يعني أي تسمية تخطر على البال ما لم تمر عبر المجلس الوطني التأسيسي فهي غير شرعية ما لم تمر أو انقلاب بذاك الشكل الواضح انقلاب مثل ما حصل في مصر انقلاب عسكري وأمني سميه ما تسميه انقلاب يعني هذه في خصوص الشرعية يعني ون ولا يمكن بأي حال من الأحوال تتكون أي حكومة يتفقوا فيما بيناتهم يعني النهضة مش نعرف الجبهة يعني أي طرف الترويكا كلها يتفقوا على حكومة معينة يرجع بها المجلس التأسيسي والمجلس التأسيسي هو اللي زكاه هو اللي يعطيها المشروعية يزيد وحور ويتفقوا أي صيغة يتفق لها يعني عبر إيش عبر المجلس الوطني التأسيسي اللي هو منتخب بذاك الشكل الشرعي من طرف الشعب واضح بيه. طيب نرجع لسبب خروجك من الكتلة الديمقراطية وجي لا إله إلا الله كتلة ديمقراطية محمولة مع غيرها تمثل بعض المستقلين وبعض الأطراف السياسية الأخرى يعني في المرحلة السابقة وإحنا متواجدين في المجلس يعني يتمثل معارضة بقناعتي المعارضة كمعارضة راهو الدور نتاعها وطني مشرف التزام انضباط يستقر للمستقبل ما يكونش الدور نتاعه وانه يتربط باجنده سياسيه تحصل حادثه في يعني مش حتى داخل تونس خارج تونس تنقل لنا بحذافيرها ونصير نناقشها بجزئيات وتفاصيلها تنعكس علينا الدور نتاع المعارضه وكان الدور نتاع العديد من الاخيين اللي انسحبوا يعني سواء كتله ديمقراطيه ولا غيره كان دور بناء مجدي جدا مش بمثل ما عبر بعض من الاخيين من الزملاء اللي انسحبوا وانه لا المجلس التاسيسي يقول قيل لا قيمه ولا معنى له يعني الدور نتاعهم ساهمنا في عمليه ارساء يعني السلطه يعني الحقوق العامه الحقوق الخاصه السلطه القضائيه دفعنا عليه تبقينا 3 أيام واحنا نناقش في استقلاليه القضاء يعني كان الدور نتاع الزملاء المنسحبين في المرحله السابقه دور ايجابي جدا مع تفاعل يعني الفريق الحاكم مع بعض يعني هذاك اللي تم الوصول اليه حتى المرحله الاخيره اللي هي انتخاب الهيئة العليا نتاع الانتخابات الدور نتاع كنوع من الدفع يعني لا 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 انا جيك قلت لك الدور نتاع المعارضه كمعارضه يردل يكون بناء اللي عشت وين هناك بعض اطراف سياسيه داخل الكتله الديمقراطيه صاير عنده اجنده سياسيه يعني مش كل حزب عنده تصور وعنده راي وعنده قناعه وعنده استقرار للمرحله المستقبليه مش معناتها اجنده سياسيه يعني اذا كان مش نقولوا اجنده سياسيه من المفروض انها تكون تخدم البلاد تخدم مصلحه البلاد تخدم انه نوصلوا نعملوا دستور تخدم انه نعملوا انتخابات تقول انت يخدموا الى اجنده يعني تحس تجربتك احنا سيدي يعني عمليه التهريم تاع المجلس التاسيسي حصلت التهريم منذ حصلت عمليه الانتخاب خلينا نقولوا ما يعبر عليه يعني بجبهه الانقاذ راسا كانت عملت يعني مجلس وطني يعني تاسيسي موازي لماذا ما الهدف منه حصلت عمليه هرسله المجلس التاسيسي مرارا وتكرارا منها الوضعيه نتاع الاجور اللي احنا دخلنا عليه دخلنا المجلس احنا لما دخلنا المجلس يعني بنفس الاجور نتاع اعضاء المجلس النواب القدامى وهم بحذاتهم يتمتعوا بسكن جينا احنا تمتعنا بالسكن السكن نتيجه لكثافه العمل كنا نجتمع حتى نهار السبت
نجتمع حتى يعني لاخر وقت لاخر وقت. يعني كانت التكاليف نتاع العضو في 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 النزل ما بين 2,503,000,000 ارتأت، يعني ارتأينا داخل المجلس على ان يكون فيه ايجار وايجار محترم اللي هو 900 دينار، افضل من اللي تدفع من خزينه المجلس وخزينه يعني ونجيب الشعب يتدفع اكي 2,500,000 ولا 3,000,000. العمليه ذيك وخرجنا كرينا البرة بعد 3 أو 4 يعني بعد 5 شهور تقريبا جت الرابيل اللي هي في حدود 6-7 اللي عبر عليها خونا الرحوي للاسف، وصار المجلس على اساس انه يبتز ويفكر كل العظم تاعو فكروا الا فار وهم والعكس هو صحيح. يعني هذه من ضمن الهرس اللي حصلت المجلس داخل المجلس. يعني البعض من الاطراف يعني فيش مرتبطين باجندات.